عندنا غادي نفسو على اربعه كما تنقولوا وجهات، عندنا الدوري، عندنا الكاس، وعندنا السوبر ليغ، وعندنا الشامبيونز. انا كنت نقول واحد الحاله ان الجروب عندي فيه الثقه كلهم. بيان سور غادي تحاول ما امكن واحد 80-90% تكون لاباز، لانه دوك باش لي زوتوماتيزم، ولكن كنحاول ما امكن نشوف اللي واجد في اي مباراه. يعني الا بدا واحد اي تغيير، واحد ولا جوج تغيير غادي يكونوا. من واحد الناحيه انه كما تقول ترولي الجروب باش يكون كلشي اون فور، وبيان سور حتى لو ماتش ما يمكنش تضرب فرقه تضرب فيها الاربع السبت، لان البروغرام صعيب، غايجيو لي بليسيور وغادي نحصلوا في لي مومون بوتيتر هادشي في شهر واحد وشهر جوج باش خاصك نيت المعقول، غادي تلقى الدراري اللي بازيتي عليهم مبليسيين، واللعابه اللي بغيت تحتاجهم ما واجدينش. كنحاول نوجد ولكن ندير واحد لابالونس افيك لي ريزولتا بيان سور، ماشي نرولي راكك باسكو لاعبين على لي ريزولتا، كنحاول ما يمكن نلقى التركيبه المناسبه في هذاك الشيء في اي مباراه. غادي تكون كما قلت لك 90%، كما نقولوا اليوم غاب عندنا حركات وغاب عندنا الناس وفينا حناش لانهم ما مأهلينش، ولكن كاينين لعابه اخرين اللي واجدين بحال فرحان بحال ابو الفات. نقول في مثلا كون ركزنا على جوج لعابه واللي محتاجين في هذه المباراه ما غاديش يكونوا واجدين. الثقه في جميع اللاعبين، وطنظن انه غادي يكون الرولي وكما تيقولوا على الجروب باش نبقاو في المنافسه.